للأسف. تلفزيونياً بدت نجاحاتك من مسلسل حب وحرب اللي كسر الدنيا بفترة حرب، يعني بعد الناس عن جو الحرب وجو المشاكل والسياسة، خلاها كلها تجتمع وتشوف هذا المسلسل. شلون صار هذا المسلسل؟ شلون صار؟ يعني أنت كنت كاتب ومنتج به. هو نحكي على أولاً قبل حب وحرب. نعم. كان النسر وعيون المدينة. هذا حاطيله مكان وحده. هذا مكان وحده. طبعاً. هذا مكان حب وحرب. لأنه طبعاً. هذا فد شيء. هذا أسطورة. حب وحرب وراء الاحتلال مباشرة. نعم. وقبل افتتاح قناة الشرقية. شلون قبل؟ هو عرض عليها. فاتصل بينا الأستاذ سعد البزاز، تربطنا بعلاقة صداقة، فهو كان مدير عام تلفزيون العراق، وعلاقتنا بعلاقة طيبة، وهو رجل يعني عنده عقل فني ناجح، ولذلك شوف هو قناته ناجحة، لأن وتختلف عن أكثر القنوات اللي بدت زينة بعدين هبطت، لأنه هو رجل صاحب المصلحة الفنية عنده رؤية وعنده رؤية بعيدة ورجل مثقف. فاتصل بينا، دعانا إلى عمان، فرحت أنا والأستاذ جمال عبد الجاسم والأستاذ محسن العلي والأستاذ فارس طعمة، وعملنا دعوة بعمان فشرحنا فكرة قناة الجديدة اللي أخذ بيها إجازة وموافقة، بس بعدها ما من فتحة، فراد عمل درامي أن يجسد الحالة اللي إحنا عايشين بها. فأنا كانت عندي فكرة، هي فكرة مسلسل حب وحرب. هو بالبداية كان اسمه حب واحتلال، بعدين بدلنا صار حب وحرب، لأنه عشنا في حرب طويل مع الاحتلال. فحكيت لها فكرة المسلسل، وكل الحلقات والشخصيات هي بذهني، شخصية فوزي نبيل خسران الموظف بالبدالة والبدالة القديمة الغير محظوظ ومن صار الاحتلال، البدالة سرقت مع أجهزة الدائرة، وبقية الشخصيات وأمه وصديقه وحمودي وسيارته هاي العقروقة، فكلش كان متمتع ومتونس ويضحك وفرحان. فقال هاي أريده، بس ما كان مكتوب الحقيقة، كانت فكرة. فقال لي تروح حتى لبغداد، هذا العمل أريده ونفتتح به القناة. فأجينا إلى بغداد، طبعاً أعطانا مبلغ من المال، أسسنا شركة صغيرونة شقة بالعرصات. نقدر نقول المبلغ، لأنه أنت من قلت لي تفاجأت أنه هيك مبلغ يفتح قناة وينتج، يعني لا، هو المبلغ هذا كبداية، يعني أعطانا 8000 دولار. نعم. إحنا من طلعنا العراق ما كانت أكو حدود بالعراق، يعني ماكو جوازات مفتوحة، يعني ماكو حدود بعد الاحتلال بأربعة أشهر، هذا الكلام يعني ماكو نظام دولة، ساقطة الدولة، يعني دخلنا بالجانب الأردني ماكو طمغة خروج من العراق، ودخلنا رجعنا من الأردن إلى العراق ماكو جوازات تنزل، يعني من عمان لبغداد، وكنا فعلا قلقين. فالساي خوفنا، قال ديروا بالكم ترى بالطريق قطع طرق. أنا فكرت بذل 8000 دولار طلناها ساحة البزاز، وين أخليها؟ مال البرنامج. فبقيت ما نايم، طلعنا بالليل بالصبح ما نايم. طيب رجعت لبغداد. فرجعنا لبغداد، فأجرت مكتب بالعرصات، والأخ محسن العلي من بيتهم أخذنا قنفة، أخذنا سكملي، اشترينا بعض الشغلات حتى يكفينا. محسن العلي شنو كان دوره بال؟ ما كان إلى أي وجود. محسن كان يعمل مع الأستاذ سعد البزاز. نعم. في قناة الشرقية. نعم. من بداية التأسيس. نعم. فبدينا نكتب، كملنا المسلسل، اجينا للتنفيذ. أصعب مسلسل نفذ في حياتي هو حب. ليش؟ أولا أنت تمثل بجو متوتر، جو ماكو دولة، ماكو شرطة، ومشاهد خارجية هواية، أنا دائما أحب المشاهد الخارجية. صحيح. ما أحب المشاهد الداخلية اللي محصورة بين جدران أربعة. صحيح. فلذلك إذا تذكر السيارة الفوكسواغن العقروقة كانت تتفاوج بين الدبابات الأمريكية، وهم كانوا حذرين ويخافون. وصورتوا هالشي بالمسلسل أنتوا؟ صورناه. فعلا صورناه. صحيح. إحنا أحد المشاهد اللي تتفجر السيارة، نزل طيارة أمريكية هليكوبتر
قريبة من عندنا وتوقف التصوير لأنه ما كانت أجهزة متطورة بالبداية داخل العراق. يعني حتى الصوت هذا البوم وكأنما مدفع ضد الطائرات. طبعا شيء خطر كلش يعني. خطر كلش. فنزلت الطائرة بصفنا ونزلوا الأمريكان وياهم المترجم. من حسن حظنا المترجم عراقي فعرفنا رأساً وبوسني عرف أنه قاموا يحكي لهم للأمريكان بأنه هذول ممثلين ممثل معروف وكذا ودي يمثلون بقوا يتفرجون بس احنا ردناهم يروحون حتى ناخذ راحتنا. وطلع للنور واحد من اهم الاعمال بالدراما العراقيه فعلا. طيب لانه واقع كان. انت اكو بعض المشاهد تذكر المتحف. نعم. كان ضربه المدفع في واجهه المدفع قبل ما يتم تعديلها يعني قبل تتعدل. صحيح. كانت موجوده بالمسلسل. صحيح. طيب ننتقل الفاصل اول ونرجع بعدها ويا قاسم الملاك وقطع طرق بسبب اعمالك بعد هذا الفاصل. ابقوا يعني.